بس الموضوع اللي انا ارجو مش اي حد يتسرع، ناخد الامور بالراحه. في ناس خدت تقول لك انا بقالي سنين بعمل رجيم ما بخسش وبرجع تاني فهتجه للعمليه. لا، ما تعملش رجيم، اعمل برمجه جسم، اعمل اذابه الدهون، حسن من التمثيل الغذائي عندك، حسن من الانزيمات الداخليه في الجسم. لو اكلت اكله وحسيت بيها يبقى انت بدات جسمك برمج صح. الله، دي على مؤشر، مؤشر كبير، مؤشر يعني. مثلا سي مثلا واحد بيشرب مشروب مثلا مضر للبرد البقدونس، كويس، يبقى يحس بالنتيجه مثلا في خلال يوم او يومين، يبقى الجسم بدا يتبرمج طبيعي ان الكليتين يشتغلوا بشكل طبيعي ويعمل تبول طبيعي. الجسم هيرد يا دكتور بعد اعاده البرمجه الصحيحه دي؟ انت عارف الجسم ممكن يبرمجه على الليونه الطبيعيه، يعني مثلا بعد الوجبه الرئيسيه بتاعتي او بعد كل وجبه ب10 دقائق ابدا ادخل التواليت وابدا اهيئ نفسي مره على مره على مره، بعد 4-5 ايام يبدا خلاص الجسم يتبرمج ان الفتره دي يعمل ليونه طبيعيه، يخرج العضلات من الجسم. ده حل ممتاز للامساك ده. شفت بقى ازاي؟ طبعا مع الياف كتير، مع الياف كتيره، مع شرب الميه كتير. الياف بدون ميه بيعمل لي امساك، الياف بميه بيعمل لي ليونه طبيعيه. وعند الميه انا عايز بس اذكر الساده المشاهدين ان حضرتك بتاكد على اهميتها القصوى واعادتها للعرش زي ما كان، زي ما احنا كنا مش فاهمين يا دكتور، فاهمين ان الميه دي بتزود البطن، في حين ان حضرتك بتقول الميه دي ده سلاح سحري. اشكرك دكتور، جميل.